علاقة من أهمية قصوى على المستوى الشعبين. عقدت مع معالي الوزير اجتماع منفرد وأيضا موسع مع الوفود، تناولنا فيه في الحقيقة بإسهاب شديد العلاقة الثنائية في كافة صورها. اتفقنا على دورية آلية التشاور السياسي كل شهر فيما بيننا حتى نستطيع أن نتعامل مع القضايا كافة الفرعية المرتبطة بالعلاقات الثنائية، استكشاف مجالات التعاون، المساهمة في إزالة أي عثرات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القطاعات المختلفة، سواء كانت الاقتصادية، التواصل بين الشعبين، المشاريع المشتركة، التنسيق فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، واستمرار التناول أيضا للقضايا الأمنية. اتفقنا على تفعيل الآليات الأخرى الموجودة فيما بيننا، الاجتماع الرباعي بين وزيري الخارجية ومديري مخابرات البلدين، اللجنة العسكرية، التحضير طبعا للجنة العليا، وأن تعمل اللجان النوعية في كل المجالات للتحضير لهذا الحدث الهام، وبحيث أن يكون له مخرجات تصب في صالح الشعبين بشكل مباشر. تناولنا أيضا القضايا الإقليمية، التطورات في ليبيا، التطورات في جنوب السودان، قضية سد النهضة والعلاقة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية، وكان هناك قدر كبير من التوافق فيما بيننا فيما يتعلق بالرؤى بالنسبة لكل هذه القضايا. أنا برحب بمعالي الوزير مرة أخرى وأتمنى لسيادته كل التوفيق في المسؤوليات التي يطلع بها، وواثق بأن الفترة القادمة سوف يزداد فيها التواصل فيما بيننا من أجل تنفيذ التكليف الصادر لكل منا من الرئيسين، فخامة الرئيس السيسي وفخامة الرئيس البشير، لأن نكون بقدر المسؤولية في رعاية هذه العلاقة الهامة التي تجمع بين الشعبين. شكرا جزيلا. تفضل. سعدت جدا بأن تكون أولى زياراتي بعد تولي هذا المنصب لأغراض التفاكر الثنائي لجمهورية مصر العربية، وذلك دل على شيء إنما يدل على أهمية وضعية مصر بالنسبة لأشقائها في السودان، وعلى ما بلغته العلاقة بين البلدين من مستوى، خاصة بعد تجاوز الأزمة الأخيرة الخاصة بتناول الإعلامي السالب، والتي عقدنا العزم على ألا تتكرر وألا تتجدد، وحرصنا على أن نتجاوزها إن شاء الله تعالى بالكثير من المعايير الإيجابية التي تعزز الثقة بين البلدين وتعزز الثقة بين الشعبين، وتؤكد على أهمية الدفع معا بالمصالح المشتركة لهما. حظيت أول ما وصلت بمقابلة الأخ الرئيس السيسي، وكانت تلك المقابلة من العلامات الفارقة بالنسبة لهذا المشوار، إذ وجه الأخ الرئيس السيسي توجيهات واضحة بأنه ينبغي أن تكون العلاقة بين البلدين محكومة بضوابط وأسس هي في النهاية تعود لمرجعية الشعبين ولمرجعية احتكامهما وارتضاؤهما، لأن يحكم ما بينهما من علاقة وما بينهم من صلات بما يرتضيه المولى عز وجل وبما يقبله ضمير هذان الشعبان. ومن ثم كانت موجهات واضحة جدا
تستند إلى مرجعيات أساسية وجوهرية. كذلك اشتمل حديثه على أهمية إطلاع شعبي البلدين في القاهرة وفي الخرطوم بما يدور في اللقاءات المشتركة على كافة المستويات، وفي تقدير ذلك إشارة إلى أهمية إشراك الإعلام بشكل خاص وإطلاعه على تفاصيل ما يدور عن المستويات الثنائية المختلفة بغية تصحيح أي تصورات ربما تكون خاطئة، وحرصا منه على تجنيب البلدين مغبة الدخول في أي أزمات بسبب التناولات الإعلامية السالبة. من ناحيتي نقلت لفخامته تحيات وتقدير أخيه الرئيس عمر البشير وحرصه على زيارة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي للخرطوم إن شاء الله تعالى في أكتوبر المقبل، موعد مقرر لعقد القمة بين هذين الزعيمين لشعبي وادي النيل. فيما يتعلق باللقاءات التي تمت، سواء كان اللقاء بيني وبين الأخ الوزير وسواء كان اللقاء المشترك مع اللجنة، أؤكد أن ما تناولناه من مختلف القضايا تم تناوله بحميمية وصراحة وشفافية. تطرقنا أثناء ذلك لأهم وأعقد مشاكل وادي النيل، وأكدنا العزم على تجاوز هذه الأزمات وهذه المشاكل باعتبار أن الخلافات والاختلافات هي دوما مما ينبغي أن يوضع في الاعتبار ويوضع في البال، لكن لا ينبغي أن يسمح لها أيا كانت الأحوال بأن تكون سببا لتعويق تقدم وتواصل الشعبين، ولا ينبغي أن يسمح لها بأن تكون سببا لأزمات تجعلنا غير قادرين على مواكبة العالم من حولنا الذي يتحول كل يوم إلى قرية صغيرة والذي تزداد العلاقات والمصالح فيه تشابك. لا ينبغي أبدا نتخلف عن ذلك أو أن نتراجع عنه أيا كانت الاختلافات التي قد تكون موجودة بيننا. هذا مبدأ أساسي سوف نحرص عليه إن شاء الله تعالى طوال مشوار التعاون فيما بيننا، وسوف نؤكد إن شاء الله قولا وفعلا. كما ذكر معالي الوزير تطرق أيضا التباحث الذي تم إلى مختلف القضايا الإقليمية من حولنا سيما قضية جنوب السودان، ما يحدث في ليبيا وما يحدث في المناطق الأخرى ذات الاهتمام المشترك، واتفقنا على أهمية مضاعفة التنسيق بين البلدين في كل هذه المجالات والحرص على أن ننسق من مواقفنا وأن نتجاوز كإقليم مع بعض هذه الأزمات، وأن نحرص إن شاء الله تعالى على أن يعود الأمن ويعود الاستقرار إلى جنوب السودان وإلى الإخوة والأشقاء في ليبيا. فيما يتعلق بسد النهضة، كما هو معروف هذه من القضايا التي شكلت لها آليات ولجان على المستوى الثلاثي ويتم بحثها الآن على ذلك المستوى. سوف يستمر البحث إن شاء الله تعالى في المستوى الثلاثي، وتم بفضل الله تعالى قطع شوط مقدر حتى الآن في تجاوز الخلافات التي كانت موجودة بين البلدان الثلاثة، وعازمون إن شاء الله على تجاوز ما تبقى من خلافات وأي إشكالات قد تظهر في المستقبل. اتفقت مع معالي الوزير على أهمية مضاعفة الجهد لتجاوز أي إشكالات قائمة الآن، وربما يتم قريبا تحديد موعد لعقد اجتماع اللجنة التساعية لتذليل أي صعاب تظهر بين الدول الثلاث ولتأكيد أهمية استمرار التنسيق واستدامته.
شكرا لكم على استعداد لتلقي أسئلتكم. مساء الخير سيادة الوزير. كنت عايز أسأل سيادة الوزير الخارجية السوداني في أول زيارة لي على المستوى الثنائي لمصر وبشكل يعني صريح، لأن رأي العام المصري يعني يريد أن يفهم بشكل أوضح موقف السودان، إلى أي مدى نستطيع أن نقول أن هناك تقاربا أو مزيد من التقارب حدث بين الموقفين المصري والسوداني فيما يخص مستقبل مفاوضات سد النهضة خلال هذه الزيارة؟ وشكرا. كما هو معلوم عندما بدأت المفاوضات حول سد النهضة ربما لم تكن هناك يعني مواقف مشتركة بين البلدان الثلاث، وربما احتاجت البلدان الثلاثة إلى المزيد من الوقت حتى تتمكن من خاصة السودان ومصر حتى تتمكن من تبين حقيقة ما يجري وما ينبغي أن يتخذ من مواقف إزاوة. بسبب من ذلك ظن البعض أن هناك تباين بين الموقف السوداني والموقف المصري إزاء سد النهضة، وربما يكون البعض يعني قد خلص إلى خلاصات تعني أن هناك تناقض بين الموقفين، وهذا ليس بصحيح. هناك اتفاقيات مرجعية تجمع بين السودان ومصر فيما يتعلق بمياه النيل، اتفاقية 1959 على وجه الخصوص، وهي اتفاقيات تحدد كيفية تعامل البلدين مع دول الحوض الأخرى، وهي اتفاقيات تضع العديد من القواعد، ولا تزال هذه الاتفاقيات سارية ولا يزال البلدان يحترمانها. ومن ثم كانت هذه الاتفاقية أساس لتعامل البلدين مع إثيوبيا، تغنى بعد ذلك إلى خانة لجنة التساعية، التفاهم الثلاثي، التعاون والتنسيق الثلاثي بين البلدين، وقطعنا شوطا مقدرا في تقديري في هذا المجال. صحيح هناك إشكالات كثيرة، هناك صعوبات تبرز من وقت لآخر، هناك تحديات، لأنه بالفعل نحن الآن في مرحلة مفصلية ومقبلون على تطور مهم جدا في الحوض بشكل عام، لكن وجود هذه الآليات ساعد كثيرا في تجاوز الصعاب التي برزت، وساعد كثيرا في التقريب بين مواقف البلدان الثلاثة، وقضى على الصورة التي سادت في البداية والتي تمثلت في توهم وجود تناقض بين الموقفين المصري والسوداني في هذا الخصوص. سمير عمر سكاي نيوز. يعني فيما يتعلق بملف ليبيا، اليوم شهدنا توقيع في باريس ب 13 نقطة تقريبا بمبادرة فرنسية بشأن الوضع في ليبيا. موقفنا في مصر من هذا الأمر، وخاصة المسودة أشارت إلى الجهود المصرية فيما يتعلق بتوحيد الجهود المتعلقة بالقوات العسكرية ليبيا. موقف مصر والسودان في هذا الأمر، مصر بالأساس فيما يتعلق بالجهود العسكرية، وبالنسبة لمعالي الوزير السوداني ما يتعلق بمسألة ضبط الحدود، وبخاصة أن كان هناك إشارات عديدة بشأن ضبط الحدود بين مصر والسودان وكذلك بين السودان وليبيا، واتهام البعض للسلطات في السودان بتسهيل عبور القوات إلى ليبيا وكذلك السلاح. شكرا جزيلا. فيما يتعلق باجتماع باريس اليوم حول ليبيا، مصر تدعم كافة الجهود المتصلة بإعادة الاستقرار إلى الساحة الليبية. الاتفاق بمجمله هو إعادة لتأكيد للمسار الأممي المتصل بالخطة التي طرحها المبعوث الأممي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الماضية، التي تزكي عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية
في ليبيا، بما يؤدي إلى استعادة المؤسسات لمكانتها وشرعيتها واطلاعها بمسؤوليتها. الاتفاق فيما يتعلق بالإطار القانوني والدستوري المرتبط بالانتخابات والعمل على عقد هذه الانتخابات في توقيتات محددة ووجود الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية الليبية وإقرارها بالتوافق على هذه الخطة، نأمل أن تؤتي بثمرها وأن يتم تنفيذ ما تضمنته الخطة وما تضمنته خطة المبعوث الأممي في الأساس للوصول إلى ليبيا، إلى الاستقرار، إلى إعادة المؤسسات، إلى نجاح الجهود التي تبذلها مصر لتوحيد الجيش باعتباره مؤسسة حيوية وجوهرية للحفاظ على الأراضي الليبية، وحدة هذه الأراضي وسلامتها، وأيضا القضاء على عناصر الإرهابية التي نفذت إلى الساحة الليبية نظرا للأوضاع المضطربة التي عانت منها خلال السنوات الماضية. بالتأكيد أنه نأمل لهذه الجهود بالنجاح. سوف تستمر مصر في تواصلها مع كافة الأطراف ومع دول الجوار، سواء كانت في إطار المبادرة التونسية للقاءات الثلاثية المصرية الجزائرية التونسية، أو إطار الموسع لدول الجوار والتواصل مع الأطراف الدولية ذات التأثير. لكن في نهاية الأمر أي حل للقضية الليبية لابد أن يكون من خلال التوافق بين أبناء الشعب الليبي، وأن يكون الحل هو ليبي في الأساس يتوافق عليه الأشقاء ويؤدي إلى تحقيق مصلحة ليبيا في الحفاظ على وحدة أراضيها واستقلالها وسيادتها واستعادة مؤسساتها لدورها للوفاء بمتطلبات الشعب الليبي الشقيق. من ناحيتنا في السودان نحن نتطلع إلى أن ينجز الإخوة في ليبيا اتفاقا شاملا يمكنهم من تجاوز الأزمة الحالية ويعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها. ما يحدث الآن في ليبيا له آثار سالبة وانعكاسات كثيرة علينا، من بينها ما أشرت إليه من تسرب للأسلحة وللحركات المسلحة إلى داخل الحدود السودانية، وأيضا بالتأكيد إلى داخل الحدود المصرية. نحن كنا أول ضحية لهذا. ما حدث قبل أيام أو أسبوع في جبل مرة من تجدد للقتال هناك كان بسبب أساسي لما يحدث من تسرب للأسلحة من ليبيا على وجه الخصوص، ونحن حريصون جدا على معالجة هذه المشكلة، وبالتأكيد سوف نحرص على تواصل ومضاعفة الجهود الأمنية بين السودان ومصر على وجه الخصوص لتجنيب البلدين مثل هذه الشرور. نحن في السودان الآن نقود حملة على المستوى الوطني لجمع الأسلحة الصغيرة ولنزع أي مظهر من مظاهر السلاح الموجود خارج القوات المسلحة، ومما يعيق من هذه الحملة ما يحدث الآن إلى الجوار منا في ليبيا. فنحن نتطلع إن شاء الله تعالى إلى أن يتمكن الإخوة في ليبيا من خلال هذا المؤتمر ومن خلال ما يليه من أنشطة بالفعل في ضبط حدودهم، أو على الأقل الحيلولة دون وصول الحركات المسلحة السودانية والأسلحة التي تنتقل إليها من هناك إلى داخل أراضينا. سيادة وزير خارجية السودان، أشرت حضرتك إلى زيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم في أكتوبر المقبل، فهل هذه الزيارة لعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وهل هناك اتفاقيات بعينها سيتم توقيعها خلال هذه الزيارة؟ شكرا. هي بالتأكيد زيارة لعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وبالتأكيد هناك الكثير من الاتفاقيات التي سوف يتم إبرامها فيها، لكن ما نتطلع عليه قبل أن نبرم المزيد من الاتفاقيات هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه أصلا من قبل. ومن ثم خصصنا وأخي الوزير سامح شكري جزء من هذا الاجتماع للنظر في كيفية تفعيل هذه الآليات
والاتفاقيات التي تم التوصل إليها من قبل، وتأكدنا من أنه سوف يتم عقد دورات لهذه اللجان المشتركة في كافة المجالات التي تم الاتفاق عليها. كما هو معلوم هناك 7 مجالات كبيرة بالنسبة لنا، محاور يعني للتعاون والتنسيق. في كل محور هناك عدد من اللجان، وهناك عدد من الأنشطة. إن شاء الله تعالى سوف يتم عقد هذه اللجان في مختلف المحاور قبل القمة، حتى نتمكن من بلوغ مستوى من التنسيق والتعاون يؤهلنا إن شاء الله لتوقيع المزيد من الاتفاقيات وللدفع إن شاء الله بالعلاقة بين البلدين لأفاق أرحب. سؤالي للوزيرين، هل تم بحث قضية التناول الإعلامي أو ضبط الأداء الإعلامي فيما يخص العلاقات المشاركة، خاصة وأن هناك شكوى سودانية مؤخرا من تناول أحد المسلسلات الرمضانية يعني الشعب السوداني؟ شكرا. تناولنا بالتأكيد الأثار التي ترتبت على بعض التناول الإعلامي أدى إلى تعقيد الموقف، وكان محل عدم ارتياح من قبل الرأيين العام في كل من مصر والسودان، وضرورة العمل على دائما إطلاق الرسائل على كافة المستويات الرسمية لتوضيح أي أمور تؤدي إلى أي نوع من المغالطة أو التناول الإعلامي الغير دقيق والذي يسيء. بالتأكيد أنه هناك رفض قاطع لأي نوع من الإساءة، ولكن الإعلام إعلام حر، إعلام داعم للمجتمع في كل من البلدين، وضرورة التقدير بأنه الإعلام أيضا مسؤولية في التناول الموضوعي للأمور والابتعاد كل البعد عن أي نوع من الإساءة للقيادات أو للشعبين. وبالتأكيد أنه إذا ما تم الالتزام بهذه المعايير وأيضا الصلات القائمة بين الأجهزة الإعلامية سواء في مصر أو السودان، والاهتمام هذه الأجهزة بوضع ميثاق شرف إعلامي يحدد الإطار الذي يجب أن يسير فيه الإعلام عند تناول القضايا الخاصة بالعلاقة المقدسة التي تربط بين البلدين، فسوف يكون له إسهامه الإيجابي في دفع هذه العلاقة نحو الأمام. مصر إعلامها حر وليس للدولة أي توجيه، وإنما نطرح الأمور ونوضحها حتى يؤدي الإعلام دوره في نقل الصورة الحقيقية إلى الرأي العام، وبالتالي اتفقنا على مواصلة الشفافية وطرح الأمور بشكل واضح وتناول كافة القضايا بدون أي حساسيات كما تفضل معالي الوزير، وكما كان لقاء اليوم لقاء معمق وشفاف ولم يبتعد عن أي قضايا، وأيضا هذه العلاقة واضحة للشعبين، واضح مكوناتها، واضح المجالات، واضح أيضا وأقول اختلافات وليس خلافات، فهناك اختلافات بحكم أنه هذا طبيعة الأمر لدول مجاورة تربطها مصالح كثيرة، ولكن لا تؤدي إلى خلاف، وعلينا أن نبذل مزيد من الجهد لتذليل الاختلاف والوصول إلى النقطة التي تؤدي إلى مصلحة مساوية مشتركة تسهم في ازدهار الشعبين ومزيد من التواصل فيما بينهما. أؤكد على ما ذهب إليه الأخ الوزير، وأضيف حقيقة ما ينبغي أن يعتبر خط أحمر ومنطقة مقدسة لا ينبغي أن يتطرق إليها الإعلام إلا بخير، هو العلاقة بين الشعبين، هو ما يمس الشعبين كشعبين. يمكن أن يتناول الإعلام أحيانا بعض المسائل الخاصة بسياسات الحكومات ويكون له في ذلك العذر، لكن عندما يكون التعرض لشعب بأكمله بتصور أنه ذلك سوف يكون بعيد الأثر
ويمكن أن يؤثر سلبا على الكثير جدا مما هو كائن الآن من مساعي طيبة يقصد منها تجاوز اختلافات التي أشار إليها الأخ الوزير. ويمكن أن يكون ذلك أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى خلق أزمات والمزيد من التوتر بين البلدين. نحن محتاجون إلى أن ننقي الأجواء الخاصة بعلاقة الشعبين. مستوى التواصل الآن بين شعبينا بفضل الله تعالى أفضل بكثير جدا مما كان عليه الحال قبل سنوات قليلة. الآن الإخوان المصريين الموجودين في السودان أعداد مقدرة، ما كان ذلك كذلك قبل فترة بسيطة، ونفس الشيء يقال عن الإخوان السودانيين الموجودين هنا في مصر. هذا شيء طبيعي، وهذا أشبه بعلاقات البلدين وأقرب إلى مزاجهما، وأيضا يتسق مع ما يحدث في العالم من حولنا من تواصل وتداخل وترابط في المصالح. فعندما يعني في مثل هذا الوقت تظهر بعض الأقلام، بعض الأفلام، بعض المسلسلات وتتضمن هجوما على الشعب كشعب أو محاولة للانتقاص منه، بتصور أن ذلك هو يعتبر نغمة نشاز وخارجة تماما عن السياق، وينبغي أن يربأ الإعلام المحترف أيا كان المنبر الذي يتعامل منه وينطلق منه من أن بالفعل ينحدر إلى مثل هذا الدرك. ونحن في هذا نعول على حكمة الإخوة الإعلاميين وعلى مهنيتهم وعلى احترافيتهم وعلى تقديرهم لأهمية التواصل بين الشعبين وأهمية أن نجعل من ذلك بالفعل منطقة مقدسة لا يجوز أبدا الاقتراب منها أو مسها إلا بالخير إن شاء الله. شكرا جزيلا مع الوزير. شكرا، حياك الله مع الوزير. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. تابعنا معنا مشاهدين الكرام وقائع المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية سامح شكري ونظيره السوداني درديري محمد أحمد. هذا المؤتمر الذي تناول فيه الجانبان الكثير من النقاط التي تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بين مصر والسودان، والتحضير للجنة العليا، بالإضافة أيضا إلى تناول مختلف القضايا الإقليمية على رأسها الملف الليبي، وكذلك أيضا العلاقات المصرية السودانية، بالإضافة أيضا إلى تناول الموضوع الخاص بسد النهضة وأطرافه الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا، بالإضافة أيضا إلى تأكيد الجانبين على القناعة الراسخة بمحورية واستراتيجية العلاقات بين البلدين، فضلا عن الروابط الأخوية ووحدة المسار والمصير. مشاهدينا الكرام، تغطياتنا الإخبارية تتواصل معكم لحظة بلحظة على شاشة قناة نيل الأخبار.